بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي، الأرض الأرض هي اللغة الأم ولغة الأم، هي كلمات الأرض وتراث الأجداد، حاضنة علومهم وفنهم وحضارتهم، هي مفردات الشعر الأصيل وجناسه وموسيقاه، هي البيان الساحر والمنطق الخلاب، إنها ذاكرة التاريخ وهوية الحاضر والمستقبل، هي البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص ماذا ذهب ببريق صدفاتها؟ تعتبر اللغة العربية من أقدم اللغات السامية ومن لغاتها القليلة التي صمدت حتى اليوم، كما تعد من أكثر اللغات انتشارا في العالم، فهي لغة رسمية في 21 بلدا ويتحدثها أكثر من 420 مليون إنسان، فضلا عن 1.5 مليار مسلم في أنحاء العالم يستخدمونها في الشعائر الدينية. كما تعتبر اللغة العربية من أثرى اللغات في مفرداتها، إذ يتجاوز القاموس العربي 12 مليون كلمة. وفي 18 من ديسمبر عام 1973 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الست للمنظمة، وهو التاريخ الذي تم اعتباره يوما عالميا للغة العربية. لكن لغة الضاد باتت تواجه تحديات عديدة تنبع من ضعف انتماء متحدثيها للغتهم الأم وارتباطهم بها، نظرا لاهتمام كثير من الآباء بتعليم أبنائهم لغات أجنبية على حساب اللغة الأم إلى حد التباهي بذلك، فضلا عن ضعف المحتوى الدراسي لتعليم اللغة وتراجع المحتوى الإعلامي الذي لم يعد يولي اهتماما كافيا بالفصحى وصار يستكثر من استخدام المصطلحات الأجنبية. وتشير إحصائيات اليونسكو إلى أن عدد كتب الثقافة العامة التي تنشر سنويا في العالم العربي لا تتجاوز 5000 عنوان، كما أن عدد نسخ الكتاب العربي لا يتجاوز 5000 نسخة، وكذلك يشكل المحتوى العربي على الانترنت أقل من 5% من المحتوى العالمي، رغم أن 185 مليون عربي يستخدمون الانترنت. أكثر انتشاراً في العالم. وفي عام 2007 حضر أكثر من 500 باحث عربي وعالمي من أخطار تهدد وجود لغة العرب التي قال الشاعر حافظ إبراهيم بلسانها: فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي.